هات لي حنان ترك وهات لي جيهان فاضل وهات لي خالد ابو النجم، الاثنين حلوين قوي وبحبهم جدا، يعني اعتبرني كنت في اعاره ورجعت يعني تمام. ان شاء الله في مسلسل اسمه سيدتي العويله، كان لازم ما يبقاش فيه احتفاليات يعني صارخه. انا كنت محظوظ ان انا في حياتي جوز امي كان دمياطي، عشت معاه 35 سنه، فهو كان بيتكلم بالاكسنت الدمياطي يعني. و on another hand متربي في بيت رجاء الجداوي اللي هي جوزها حسن مختار الله يرحمهم، وهو بورسعيدي، وكتير كنت بسافر اقعد عند اهله في بورسعيد مثلا، نقعد اسبوع نقعد مش عارف ايه، وهي لغه معديه لما بتسمعها كتير بتلاقي روحك لوحدك، رحت ماطت فيها كده. فالحمد لله لما جيت اشتغل الذاكره الانفعاليه بقى اشتغلت، ال 35 سنه دول والفتره اللي يعني او عمري كله اللي عايشه عند الله يرحمها انك الحسن يعني الله يرحمه طنط رجاء، فساعدوني لقيتها جت. الاثنين حلوين قوي وبحبهم جدا، والاثنين صعبين، الاثنين صعبين، بس يعني الكتابه يمكن يعني اتقل يعني مرهقه اكتر. بالظبط مرهقه اكتر. شغاله والله شغاله، بس ربنا يسهل والله. وانتوا كمان وحشتوني، بس يعني خلاص يعني اعتبرني كنت في اعاره ورجعت يعني تمام. ان شاء الله في مسلسل اسمه سيدتي العويله، ده ادابتيشن لبيج ميليون اللي اتعمل منها سيدتي الجميله، عشان كده منة شلبي فحبيبتي، وميوزيكال يعني، او في 12 اغنيه، فانا مبسوط جدا ان انا كتبت 12 اغنيه، واخراج هادي بجوري، فمبسوط قوي ان انا هرجع اشتغل مع هادي تاني بعد واحد صحيح، لان انا بحب الراجل ده على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني. انا عمري ما هعمل جزء تاني من حاجه علشان نجحت، يعني يا اما يبقى لسه عندي حاجه في الحدوته عايز احكيها، يا اما خلاص خلصنا على كده. بس يعني ينفع افكر، بس انا الحقيقه هعمل لك سؤال، لقيت الجزء الثاني منين؟ يعني هات لي حنان ترك وهات لي جيهان فاضل وهات لي خالد ابو النجم. انا سعيد جدا ان المهرجان اتعمل رغم الظروف البايخه جدا جدا اللي احنا بنمر بيها. مبسوط ان الجزء الاحتفالي، او كان لازم ما يبقاش فيه احتفاليات يعني صارخه، لانه كلنا اكيد موجوعين، وكان مهم قوي ان احنا نعمل مهرجان في قسم خاص للسينما الفلسطينيه، وان الدوره تهدى للسينما الفلسطينيه. والحقيقه يعني ان انا مقتنع انه اكتر حاجه هتوصل يعني اللي احنا اصواتنا للعالم كله هو السينما.